رفضت الجهات الأمنية حضور جماهير القطبين الأهلي والزمالك لمباراة السوبر الأفريقي في كرة اليد المقرر إقامتها مساء الخميس المقبل في الصالة المغطاة باستاد القاهرة. وأعلنت اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا لكرة اليد برئاسة محمد الضماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أن حضور السوبر الأفريقي أمام الزمالك ستكون عن طريق دعوات مجانية سيتم منحها لأعضاء الناديين. وأوضحت اللجنة أنه بناء على تعليمات الجهات الأمنية قررت طرح الدعوات في فروع الأهلي الثلاثة بالجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد خلال الأيام المقبلة.